اخترنا في فلسطين أن ندعم قطاع العدالة ومؤسسات القضاء. هذا الدعم يضع أسس قوية للدولة الفلسطينية المستقبلية. أتمنى لكم كل التوفيق في هذا المبنى الذي أرجو أن يكون بيتاً للعدل والحق. ألف مبروك. أشكر شركائنا في الاتحاد الأوروبي على تمويل بناء محكمة دورة وعلى رفضهم لقطاعي الأمن والعدالة ودعم مسيرة فلسطين في البناء والتنمية. فأنا بحيي باسمكم باسم كل الشعب الفلسطيني الاتحاد الأوروبي على مواقفه الداعمة لدولة فلسطين